عندنا عدة صور نتمنى تعرض على الشاشة للشباب. أبي للشباب نبدأ. سيف الزعبي تفضل يا سيف. طريقة الصورة وشرحها بشرحها لك. تقرأ باللغة العربية الفصحى. تفضل. اللغة العربية الفصحى. لا. مع فيصل كذا اقرا ولا لا لا اقرا البيت. البيت تقرا الشطر. لقد قيس بن الملوح. ما هو واضح الكتاب عندك كذا مكتوب. لقد فصلت لقد فضلت ليلى على الناس مثل ما لا ألف شهر مظلة ليلة القدر صح. لقد فضلت لقد فضلت ليلى على الناس مثل ما على ألف شهر فضلت ليلة القدر. فضلت ليلة القدر قيس بن الملوح. الملوح بيض الله وجهك يا سيدي. وجهك أبيض. الله يعطيك العافية. الله يعافيك وجزاك خير. أنا أحس إني ورطتكم ذا الكتاب. لبك فوتكم. طيب قبل أن نستعرض الصور يا جماعة والله العظيم ما أدري شو أقول. يخوني التعبير وتخوني الحروف يخوني حتى أشياء واجد حتى الوقت بعض الأحيان.